Hold up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سالم وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. اليوم يا جماعة رح أتكلم على ثلاث منصات مهمة كثير الديفلوبرز بيحكوا عنها، أو حتى إن جنرال كل الفريلانسرز إن جنرال، اللي هن خمسات ومستقل، ورح أحكي عن أبورك. وفي الكيس تبعت أبورك رح أخذ معكم تاسك يعني لايف. أنا كنت مجهز تاسك سابقا، لكني بعد ما فتحت التاسك مره ثانيه ما لقيته، كان كانه حدا يعني اللي منزله كان مسكره. لكن اليوم راح اخذ معكم إشي لايف راح نشتغله مع بعض، لذلك تحملوني راح اطول شويه، راح اخذ كود جاهز واحاول اعدل عليه واعمل عليه كاستمايزيشن عشان احقق الريكويرمنت المطلوبه من التاسك نفسها. تمام، راح احاول قدر الامكان اشرح التاسك قبل ما ابلش، ونبلش فيه يعني نعمله لايف. يعني انا راح اغلط معاكم وراح تشوفوا كيف الاشياء او كيف الطريقه اللي انا راح ابلش فيها خصوصا في موضوع السكرابينج. طيب خليني اول شيء ابلش في شغلتين مهمات لخمسات ومستقل، كونه احنا هسه مع ازمه الكورونا، وعلى الاغلب انه هذا الموضوع في كثير ناس مفكرين يعني انه الكورونا شهر وشهرين وخلاص وهيك. لا، الموضوع مطول يا جماعه، الموضوع راح ياثر على كل شيء. رح يصير انك انت تطلع برا البيت لشغل، رح يصير هذا الاشي مخاطرة الى ان نجد حل، زي ما بسموه حل نهائي لهذا الموضوع. على الاغلب انه هذا الاشي بده سنين، لذلك موضوع الفريلانسنج وموضوع العمل الحر هذا عمل هذا يعني مجال البوتنشال فيه كثير كبير. عشان هيك اي حدا بيشتغل في هذا المجال اليوم فرصتك انك انت تعمل اكستند لهاي المهارات وتدخل في هاي المنصات. انا موجود على خمسات، موجود على مستقل، وما بدي اقول انا بشتغلش عليهم بالمره، لا اخفيكم. هسه رح احكي لكم ليش انا مثلا شغال على ابورك، وليش رح احكي لكم ليش ابورك عمل لي سسبند كمان. بالنسبه اول شيء رح ابلش بخمسات. خمسات في كثير ناس مش فاهمين الفكره الرئيسيه منه. خمسات يا جماعه النقطه الرئيسيه من هذا الموقع هو موقع لعرض خدمه، بس مش بخمسة دولار. على سبيل المثال الخدمات انتم بتشوفوها زي هيك، تعديل سكريبت كذا مثلا، ندخل عليها رح تلاقوا، طبعا انا لسه ما دخلتش عليها من قبل. حلو، لاحظوا انه الخدمه اللي هي تعديل وتسهيل السكريبتات الخاصه واضافه مميزات جديده لها اكثر شيء عام في التاريخ هاي الخدمه. فانت اليوم تيجي بتحكي انه انا بدي مثلا بدي هيك اعدل خدمه وكذا وزي هيك، بتيجي بتلاقي لتسهيل الدفع موجب خمسة، تسهيل الدفع موجب 10، تسهيل نانانانانا. لاحظ انه الخدمه راح تصل معك ل 250 و300، وهاي شغله خمسات ادرك هذا الشيء، وحتى فايفر قبلهم لانهم هم بقلدوا دائما. ففايفر ادرك هذا الشيء وعملوا هذا الشيء في الخدمات المصغره. فيش حدا بيشتغل ب 5 دولار، او في خدمات ب 5 دولار، بس فعليا لازم تترك المجال للناس الثانيه او للمقدم الخدمه انه يعرض خدمات اكثر. تمام، وهي الشغله الرئيسيه من خمسات. فاليوم الخمسات او اذا بدك تيجي تقيم خدمتك ممكن تبلش انيشال فيها بخمسه، بعدين تنتقل لاكثر واكثر واكثر. طبعا هذا الشيء ما بدي اقول لك بضرب سمعه الموقع، بس هذا شيء تو واي، بيعتمد على الكلاينت اللي جاي يشتري واللي بيعرض الخدمه. لانه يعني مش معقول انت تاخذ خدمه ب 5 دولار او وات ايفر ايش كانت الخدمه، بس لازم تكون خدمه بسيطه. اما بتيجي تقول لي يعني مثلا هاي تركيب وورد بريس وقالب وكذا وكذا، خلينا ندخل عليها نشوف ايش هي الخدمه. طيب على سبيل المثال شايف، طلع قديش في خدمات. انت هون اخيرا اذا بدك تعمل موقع هاي الاشياء مهمه لك بعيدا عن كل شيء. فخمسات بكون ضمن انه اللي الحدا يدخل، تخيل انت 10 دولار 10 دولار 10 دولار وتوتال اخرتها يطلع 100 دولار، وهي هي فعليا السعر اللي انت بتاخذه من الناس على الموقع او هاي الاشياء. هذا الاشي مين بيفيدكم للناس اللي دائما داخلين؟ انه تشوف ايش الخدمات اللي الناس قاعدين بيشتغلوا عليها، مثلا نشر المحتوى، ضبط الاس اي او، انت تصير تفهم هاي الخدمات. فالناس اللي حابين ينافسوا قبل ما يدخلوا، هاي نصيحة للناس اللي حابين يدخلوا على خمسات، قبل ما تدخل تنزل خدمة ادخل شوف الناس اللي عاملين خدمات قبلك واقرأ خدماتهم، وشوف هل انت بتقدر تقدم هاي الاشياء وايش ممكن تقدم زيادة عليها. تمام، لانه هنا التنافس مع احترام الشديد لكل الموجودين عليه، التنافس حلوة، تنافس سبهلة لأي حدا بيدخل، اي حدا بيكتب. اليوم ما فيش فيريفيكيشن ولا شيء. احكي لكم هسه اشياء عن ابورك رح تشوفوا لأي درجة الموضوع مختلف في ابورك. طيب هاي بالنسبة لموضوع خمسات. خمسات زي ما انتم شايفين هو قالب ووردبريس على شوبيفاي، على نادر ما تلاقي اشي برمجة حقيقية انك انت تكتب اشياء معينة او وات ايفر، يعني بتلاقوا هاي المشاكل. طيب
هاي بالنسبة لخمسات. خلينا نروح على ايش مستقل. طبعا مستقل انا رأيي فيه للناس، حتى يا ريت لو حدا يكون قاعد بسمع من اللي بسمعونا يكون حدا بيشتغل في مستقل او بعرف حدا مستقل يحكي لنا عن التجربة هاي. مستقل في مشكلة زيها مشكلة اللي فريلانسر دوت كوم، يعني على سبيل المثال انا بدي ادخل على واحد من المشاريع المكتوبة من ورا، يعني هذا مثلا من ساعة بدي اشوف قديش حدا مقدم. لاحظوا يا جماعة، هذا مكتوب من ساعة، شركة عصير مطلوب 20 بوست فيسبوك 120 حرف بلا 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 بلا. طيب اوكي، طلع قديش واحد مقدم وطلع ايش الاشياء اللي مقدمة وشو الناس مكتبين ايش، يعني طلع قديش واحد صار مقدم، يعني بساعة مقدمين يمكن 20 او قديش 10. فانت بتيجي بتحكي اولا هاي نقطة سيئة، هاي نقطة سيئة في مستقل. أنا اليوم باجي بقرأ هاي الأشياء وبشوف بقول لك أوكي طيب لا بديش، بدي أبو 5 نجوم أبصر. لو إنه الرقم مخبى صراحة نروح على أبورك وراح تشوفوا كيف الموضوع، الموضوع أحسن من أحسن من مستقل في هاي الناحية. فالما الشغلة بتخلي مستقل آخر مكان أكتب عليه، لأنه أنت هنا زي كأنك قاعد السلام عليكم أستطيع أن أقدم وكذا وزي هيك. وأنا منزل، أنا جربته، أنا قبل ما أحكي لكم جربته. طبعا ما خدتش ولا شغل على مستقل، وأجاني يعني مشكلة كمان مستقل، إنه زي ما قلت لكم موضوع خمسات ومستقل مشكلتهم إنه أي حدا بدخل يكتب، فأنت ما بتعرفش أصلا اللي قدامك هذا صارف مصاري على مستقل ولا لا، فهو داخل أي حدا. فمرة هيك يعني أجاني مشروع وكذا وحسيت إنه البني آدم كأنه يعني معوش يمكن $50 وبده يعمل 60,000 موقع وشو كذا وهيك. فهذا الموضوع بالنسبة لي أنا ما بحب أتعامل مع الكلاينت. أنا إن شاء الله أعمل حلقة على موضوع الكلاينت، إن شاء الله راح أحكي عنها خلال الفيديو القادم، راح أحكي عن موضوع الكلاينت لأنه كثير كثير مهم، خصوصا إحنا الديفلوبرز، خصوصا احنا الديفلوبرز بنواجه مشاكل معهم. فزي ما قلت لك انت اليوم جوا الموقع بتيجي بتقدم زيك زي المقدمين هذول الالف واحد، فانت بتقعد تقدم ويمكن يرد عليك، يعني احتمال يرد عليك الله اعلم قديش. وحتى لو انك انت كتبت طريقة مميزة بالكتابة وكتبت هذا، بيجي واحد بيعمل كوبي بيست بيحط نفس كلامك. فهاي مشكلة رئيسية للناس اللي بتشتغل في مستقل. لازم تكون الاشي شوية مخبي، خلو الزبون يحكم، خلو مش احنا اللي بنقدم نشوف كل هاي الاشياء. تمام، احلى شيء اني انا غير مسجل، يعني غير مسجل مش عامل لوجن وبقدر اشوف كل هاي الاشياء. هذا كمان يعني موضوع البيرميشن، يعني هاي اشياء قديش انها بسيطه، بس يا ريت انه الناس اللي بتشتغل في المستقل ينتبهوا لهاي الاشياء. طبعا الناس اللي بتشتغل على مستقل انا كمان حاب اسمع كلامكم. اليوم انا بقدم رايي، في كثير ناس بتفكر انه انا يعني انا اليوم هنا خزقت مستقل وحكيت عنه موقع وكذا وبصريش وفي مشاكل وبصريش، معناها انه كلامي صح. مش كلامي صح، انا قاعد بحكي لك رايي، انا بحكي لك رايي كحدا مجرب مثلا في ابورك. طيب اليوم انا راح اروح معكم على ابورك. طيب انا فاتح التاسك اللي انا كنت اخذها، انا كنت فاتح زي ما قلت لكم تاسك ثاني، بس دور جيكم ابورك ايش بيفرق فيه عن البقيه. طبعا انا ابورك زي ما انتم شايفين سسبندد. طبعا ايش سبب اني سسبندد؟ اني ما فتحت كانه لمده شهرين، ما اخذتش ولا شغل لاني مش فاضي، بس الفكره في الموضوع انه عادي بتقدر تشغل الشيء وهيك. طيب انا مثلا على أبورك شو الحلو فيه؟ إني أنا اليوم مثلا شفت هذا المشروع، أي مشروع أنا راح أخذ أي شيء زي هيك، دخلت عليه مثلا هذا المشروع، بتلاقي أولا شرح، أنت بتقدم بروبوزل معك رقم معين للبروبوزل، مثلا هنا في فيكست برايس معطيك رقم معين، طالب إيش الليفل اللي أنت بدك إياه، وان تايم بروجكت، قديش ناس مقدمين، لسه ما حدش قدم ولا شيء، تقدر تعمل سبميت بروبوزل مباشرة، أنت مش شايف مين المقدمين، خليني أورجيكم إشي يكون عليه ناس مقدمين، لأني تورجيكم إشي يكون ناس عليه مقدمين عشان أورجيكم كيف الناس اللي مقدمين بيكونوا مطلعين. هاي مثلا خلينا نشوف هذا على سبيل المثال، هاي interviewing one. إيش معناها؟ معناها إنه في واحد مقدم وهو يقعد بتقابل جوا الريكروتر أو الحدا صاحب الشغل قاعد بقابل فيه. هاي جزئية أحسن مليون مرة من إنه فلان الفلاني 60,000 واحد داخلين كاتبين زي هيك. طبعا أبورك شو الحلو فيه؟ الناس اللي زيرو إنديا هذول تفتحوش بالمرة تفتحوش بالمرة، أي حدا زيرو دائما شك فيه، حتى لو بايمنت فيريفايد وكذا، بس أي حدا مش صارف مصاري بدك تشك فيه، خصوصا المشاريع الصغيرة. يعني هاي مثلا شيبينج ويب سايت، طبعا مش هذا التاسك اللي احنا رح نفتحه، بس أنا قاعد بس هيك بلفلف معاكم أشوف إيش الأشياء. أونلاين شوبينج نيد بيرسون هاو جريت نولج إن نود رياكت أي بي أي انتجريشن إن إس إي أو $100. طبعا اشي زي هيك ما بقدم له بالمره، ليش؟ لانه مش واضح ايش طالب حدا، بس ايش المشروع، بعدين حط 100 بس
100 ايش؟ انا راح 100 على شو؟ عرفت علي؟ هاي شغله معينه كمان مع بورك، مش اي شغل بنقدم لك. طيب انا بدي اورجيكم شيء انا شفته على السكرابينج. ليش؟ لانه اي حدا هسه موجود عندنا على تجارب مطور وما بيعرف انه عن الدوره اللي انا عاملها جوا القناه، انا عامل دوره يا جماعه اسمها ليفل اب، وبشرح فيها شيء اسمه الويب سكرابينج. الويب سكرابينج اي حدا بقدر يتعلمه، وشيء كثير سهل وبطور اللوجيك عندكم في يعني من خلال الكونسبت تبعه، لانه الكونسبت تبعه هو بدمج ما بين اللوجيك وبدمج ما بين الفرونت اند. تمام. طيب انا عندي اليوم هذا الكورس، بقول لي هذا سوري هذا التاسك، شخص بدور على سكراب زاماتو جولد يو اي كذا سكراب انترنت. حلو، بدك تعمل ماتشنج بين الايتم بين الاثنين. طيب اوكي، نوليدج بروفايدنج اي بي اي، اوكي. طيب الفكره الرئيسيه، انا ما راح ادخل ان ديتيلز في هذا الاشي، لكن الفكره الرئيسيه هو سكرابينج، فانا بدي اعمل سكرابينج لهذا الموقع وسكرابينج لهذا الموقع. تمام، هذا اللي انا فهمته. اوكي طيب، ناخذ الموقع الاول اللي هو زاماتو جولد. خلينا اشوف وين هو، هيو دورشيكم كيف شكل الداتا اللي فيه. هاي الموقع تمام، اللي هو زاماتو بيروت. اوكي طيب، ايش الموقع هذا؟ انا بدي اسحب مجموعه من الريستورانت، بدي اسحب الداتا عنهم. طيب عشان تكونوا بالصوره، ايش هذا؟ اذا بكبس عليه بيفتح لي كول. اها يمكن حامين، هسه رح نكتشف ايش الاشي الموجود جوا. طيب خلينا نشوف اولا كيفنا نقدر نصل لهي الداتا. طيب خلينا نفتح بايثون اونلاين. احنا هنا بلشنا التاسك اللي راح ينعمل. طبعا اللي شايفين الموضوع اول مره وهيك انه غريب عليهم، ادخلوا على موضوع السكرابينج من السكرابينج. تمام، ادخل على سكرابينج من الدوره اللي انا كنت عاملها. الدوره بسيطه يعني وصغيره وبتقدر تتبعها بكل سهوله. طيب انا راح اخذ نشوف. طيب انا راح اخذ لي احد السكريبتات اللي انا عاملها، مثلا سكريبت يكون صغير، نيم برايس. اوكي طيب، راح اخذ هذا سكريبت واعدل عليه. طيب حكينا الموقع حيو، لاحظوا ان الموقع فيه بيجينج، ففي عندي بيج 2 وكذا. اول شيء بناخذ الموقع نفسه، فأنا بدي أخذ الموقع نفسه مع رقم البيج. تمام، نيجي على السكريبت عندي. إيش السكريبت اللي أنا عندي؟ هي السكريبت. السكريبت زي ما أنتم شايفين إن أنا قاعد بعمل سكرابينج لمجموعة من الديتا، والديتا المفروض أنها تنشغل بهذه الطريقة. طيب قبل ما أبلش في أي شيء، أنا لازم أحط الموقع. هي اليو ار ال تبع الموقع، راح أخذه كوبي وأحطه هنا بيست. لاحظوا إني أنا هنا ما بنسخ شو بسموها هاي، ما بمسخ رقم البيج، بمحي. تمام، عشان رقم البيج راح يكون دايناميك اللي هو اليو ار ال. طيب انا بدي اسحب نيم برايس ايمج، وهنا اللي هي عدد البيجز. طبعا حاس حاله مش فاهم شيء يا جماعه، ارجع لدوره السكرابينج. انا اليوم هنا قاعد بطبق معك لايف. اوكي انا قاعد بطبق لايف مباشر، بس بورجيك انا كيف بحل، مش اني انا قاعد بشرح هذا الشيء، لان الشيء قبل مشروح. طيب هنا الريكوست. تمام، غيرنا بس الرابط. طيب هسه نشوف العضو اللي بتكرر او الجزء اللي بتكرر جوا الصفحه. الجزء اللي بتكرر هيو، اللي هو جزء الريستورانت. خلينا نعمل انسبكت اليمنت ونحدد شو الجزء. اوكي خلينا نحدد ايش الجزء اللي بتكرر. ايوه خلينا نتاكد. كونتنت، حلو، هاينا لقطنا الجزء اللي بتكرر. الجزء اللي بتكرر اللي هو الجزء اللي جواته الفور لوب، راح اخذه كوبي اللي هو الكلاس تبعه واحطه هنا. هيك المفروض انا قدرت اسحب الجزء المتكرر. راح اعمل سيف. طيب ايش بدنا كمان؟ هيك سحبنا الجزء المتكرر، ايش بدي اعمل منه؟ قبل ما اكمل ايش اللي بدي اسحب منه؟ خلينا نشوف ايش اصلا انا بدي اخذ منه من جوا. انا مثلا بدي اخذ منه العنوان. خلينا نشوف العنوان ايش موجود فيه. العنوان عباره عن اي انكر، وفي جواته هاي
الكلاس. طيب خلينا ناخذ الكلاس على جنب. طيب هنا انا راح ابلش جوا الفور لوب اللي هي جوا كل الايتيمز. هسه هيك انا المفروض هنا جمعت كل الايتيمز وصاروا عندي اياهم هنا. طيب ايش اللي بدي اعمله؟ بدي اعمل خلينا نشوف. بدي اقول بي تي، انا بكتب بايدي الشمال بي تي فايند. والبي تي فايند اللي بدنا اياهم هم عباره عن اي، وبدي الكلاس تبعه يكون خلينا نشوف الكلاس راح يكون اللي هو اللي انا اخذته اصلا كوبي اللي هو هذا. تمام. وبدي اقول له بدي اياه تكست، فانا هيك المفروض بيسحب لي التكست. وبدي اسميه مثلا نيم، نيم ايكوال كذا. وهنا بدي اقول له برنت نيم، برنت نيم. هيك انا سحبت الاسم كاسم، اخذت الرابط الكلاس تبعه المفروض انه يرجع لي، بس بدنا نتاكد هل هذا الاشي رجع ولا لا. طيب انا عامل هنا 1000 بيج، 1000 بيج كثير، بدي اعمله 3 بيج. ولاحظوا انه هنا انا عامل فيه اشي كمان للسي اس في والجيسون، بس انا هنا مش شغال عليهم بالمره، فما راح يسيف فيهم الداتا. تمام. اذا مش فاهمين هاي النقطه ممكن ترجعوا للشيء السابق. هسه بدنا نجرب. ليش بستخدم البايثون اونلاين؟ عشان تكونوا عارفين انه هذا الاشي كله بنعمل اونلاين بكل سهوله. اذا رجع معي الداتا انا هيك بكون متاكد اني رجعت التايتل. خلينا نتاكد. حلو، ما رجع معي، ما دخل اصلا. يمكن بي تي، خلينا نتاكد الانكر، خلينا نتاكد من هنا. نعمل برنت، برنت. اها اوكي 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 اوكي، ممكن انا غلطت هنا في الايدنتيشن بس للتاكيد. انا هنا عندي الايدنتيشن، شيفت تاب، شيفت تاب. انا غلطان هنا بالايدنتيشن، بس كمان للتاكيد انه بدخل هنا بدي اخليه يرجع لي برنت، او بدي اقول له يعمل لي هاي. خلينا نشوف اذا راح يعطي هاي الاشي. تاكد. حلو، كمان مرة ما دخل، فبالتالي أنا لفيت في البيجز 1 2 3 وما ما دخل عليهم. ففعليا في إشي عندي أنا هنا مشكلة في الديف. خلينا نشوف مرة ثانية، نرجع على الديف نفسها ونشوف إيش التاسك أصلا هنا. إحنا لازم ناخذ هذا. ففي عندي كارد، كارد سيرش كذا. أوكي طيب ليش أنا عامل بينهم سبيسز؟ أنا مسوي بينهم spaces، أنا أخذتهم copy paste، فبدي أتأكد إنه الموضوع ما له علاقة فيها. بدي أتأكد بس إنه spaces أمورها تمام. ومرة ثانية run. لاحظوا إنه أصلاً ما بدخل على الأنكر، فهو ما لقيهم. خلينا نتأكد مرة ثانية، الـ URL نفسه. بطبع مرة ثانية، خلينا ناخذ واحد من اليو ار ال ونفتحه ونتأكد. اوكي اليو ار ال شغال زي ما انتم شايفين، فما دام هيك ما عندناش مشكلة فيه. حلو، اليو ار ال ما عندنا فيه مشكلة. بيج الانكر، طب خلينا نقول انكر دوت لينث نشوف. دوت لينث، بتأكد انه بتأكد انا هسه بهاي الحركه اني انا متاكد انه هاي الداتا قاعده بتيجي، او في رقم قاعد بيجيني من 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 البيجز نفسها، يعني قد في رقم للايتيمز اللي جوا. حلو، فايند اول وين يو مينت،
هم فايند اوكي هم شايف فايند اول غريب result set object has no attribute length you need probably list element like single element you mean find do you mean find all طيب خلينا نشوف والله اذا راح يطلع معنا مع انه غريب الاشي المفروض كان المفروض يرجع لنا اياهم بس تتاكد ما في length اوكي طيب ماشي بدي اتاكد بدي اعمل جمله برنت بسيطه واشوف ايش اصلا بعطيني اياها اذا رجع لي html معناها الداتا كلها رجعت حقيم اللينث حكينا اذا رجع لي html معناها الداتا راجع اها ايش ما رجع ليش اشي بالتالي انا هنا غلطان في نقطه معينه خلينا نرجع للصفحه الرئيسيه الصفحه هنا حكينا انه انا اليوم بدي اخذ هذا اللي هو كارد سيرش كارد خليني اتاكد منه والله مره ثانيه كارد سيرش كارد خلينا ناخذه مره ثانيه كوبي نتاكد هو عباره عن كلاس والكلاس هذا هيك راح يكون لازم يكون بهذا الشكل طيب نتاكد وين المشكله كمان فاضيه بالتالي المعلومات هنا فاضية، ما دام بيجي منه فاضية، لازم أتأكد إنه كيف ما بده يكون فاضي. طيب، بدي أسحب عنصر ثاني، وين المشكلة؟ بدي أسحب عنصر ثاني مثلاً هنا. اللي هو البوتون. اللي هو كلاس هيرو تاجز. أشوف بس إذا إنه شغال. بس عشان التأكيد إنه أنا اليوم جوا الموقع وبسحب صح. شو هو أصلاً؟ عبارة عن ايه؟ طيب انكر الكلاس تبعه تمام وبدي اعمل رن واشوف ايش راح يعطيني كمان مرة ثانية اعطاني الاشي مش بالطريقة الصح بالتالي انا عندي مشكلة هنا انا عندي مشكلة انه اصلا ما بقرأ ال HTML طيب انا بدي الف عليه زي بدي امشي معه زي ما هو ايش بده احنا مشينا من هنا من السو طيب ال R content هو المفروض ال HTML فانا اليوم بدي اطبعه واشوف print الار كونتنت يا جماعه هو نفسه ال HTML تمام حلو 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 اكسس دينايد يا سلام هاي هي من احد النقاط اللي ممكن تطلع معنا هاي هي ليش بقول لك انه تاسكات اب وورك كمان مش شيء مباشر واليوم خلاص صيدي انا عرفت احله خلاص مشت الامور هذا التاسك مش بسيط مدام هيك قديش والله عليه قديش الرقم اللي عليه والله انترفيو 4 وانفايت 9 الموضوع مش سهل مش حاطين رقم مبلغ عليها تمام يعني انت بدك تسحب الداتا من هنا لاحظوا انه هاي اول مره تمر علي في احد المواقع بصراحه انه انت اليوم الموقع نفسه يكون عليه حمايه انه ما يخليك اصلا تفتح الداتا يعني طلع access denied you didn't have the permission to access this حلو فانت اصلا ما بخليك تقدر تفتح هاي الاشياء من جوا يعني ما بقدر اخليك تفتحها من جوا سكريبت وهاي نقطة انت اليوم ممكن تدرسها كحماية للمواقع يعني اليوم هاي ممكن يا جماعة تاخذوها كخدمة يعني هنا اكتشفت والله شغلة جديدة انا راح ابلش اشتغل عليها انا كان بودي اني اجيب لكم تاسك يكون يعني احنا مشينا بالتاسك نفس الطريقة السهلة نفس الترتيب كان بودي تاسك انه يكون سكرابنج بس هاي خدمة رهيبة اليوم اعرف كيف هذول الجماعة عاملين اكسس ديناد لهذا الاشي في كثير مواقع حسة قاعدة بتنسحب منها الداتا بسبب انهم ما عندهم هذه الخدمة وطبعا شطارتك انك انت تكون عارف كيف تتجاوزها كسكرابر وبنفس الوقت عارف كيف تتقنها كبني ادم عادي كديفلوبر عادي بده قاعد بدور على شغل
راح ادور وراها ونشوف كيف الفكره. لا حبيت يا جماعه الفيديو هذا يكون هيك بدون تحضير ولا إشي، بس عشان تشوفوا كيف الاشياء اللي بتمر فيها از ديفلوبر. انت اليوم لما بدك تشتغل على شغله او بدك تاخذ تاسك او وات ايفر، تاسكات مش سهله، ممكن اشياء تزبط من اول مره، اشياء ممكن ما تزبط من اول مره، زي ما انتم شايفين احيانا المواقع نفسها ممكن تفاجئك. وبس بالنسبه للمستقل شو الموقع الثاني هو خمسات، ما بعرف يعني انا حكيت رأيي فيهم، بس زي ما قلت لكم هذا رأيي. أنا بتمنى أي حدا عنده تجربة فيهم ينزل على التعليقات يكتب تجربته فيهم يفيد الناس. وبس، أعطيكم ألف عافية.